رجعنا لكم، اهلا وسهلا بكل الذين التحقوا بنا الان. ورغم انه زميلتي نانسي شويه صعب عليها اليوم تطلع قدامكم لانه هي المرحه دائما ونستمتع بابتسامتها، لكن العمل الاعلامي بيفرض علينا احيانا ان نطلع حتى لو في ظروف نفسيه صعبه. اهلا وسهلا نانسي. مساء الخير بلال، مساء الخير دانيا، كيفك؟ مش الحال؟ انا كمان بدوري مشاهدينا بدي امسيكم بالخير وين ما كنتوا عم بتتابعونا، واكيد بهالنهار المحزن جدا بدي اتوجه باحر التعازي لكل اهالي يلي استشهدوا اليوم، ويا رب يشفي كل المصابين. مثل ما قال بلال بالبدايه برنامجنا بكفي، وهيدا البلد يعني مثل ما بيقولوا بكفي كمان. لازم وهيدي رساله البرنامج. انا قلت لهم بانه كان من الصعب علينا اليوم انه تلقينا الخبر الساعه 3 الظهر انه قلبنا البرنامج كله. كنا عاملين فقرات احتفاليه في الاول، قلنا ما نلغي لانه هذه هي رساله لبنان ورساله هذا البلد الحبيب، انه بنضلنا دائما فرحانين وهيدا البيج تشالنج. لكن طبعا في بعض الضيوف اللي اعتذروا، وفي بعض الضيوف مثل ضيفتنا وصديقتنا دانيا دبيبو المدربه على تطوير الذات والمعالجه النفسيه اللي ارتأت أن تغير الموضوع في آخر ثانية، واختارت دانيا اليوم موضوع يتلائم مع الكارثة التي ضربت العاصمة بيروت ومدى انعكاساتها على النفسية وعلى الأشخاص. فأهلا وسهلا أول شيء دانيا. يا أهلا بيكم. أكيد أنه لما بتكون مأساة مثل هذه تلف وتلم أشخاص على اختلاف أعمارهم، الكارثة هذه شافها وسمعها اللي عمره سنتين وثلاثة، والكبير واللي نفسيته قوية واللي نفسيته ضعيفة، اللي مرهف الحس اللي قلبه قوي، كيف تتعامل الناس مع مأساة مثل هذه نفسيا؟ هلا شوف، الناس اللي بعاد يعني شوي بيكون وقع اخف عليهم، هني اكثر شيء اللي بيكونوا تضرروا مباشره. يعني اللي موجودين كانوا بقلب الحدث، موجودين يمكن اكثر، اللي بيوتهم قريبه كمان. يعني بيكفي صوت الانفجار وكل شيء صار حواليهم، يعني من المناظر المؤلمه، من السيارات، من شو معنى هيدا الانفجار. هيدا المعنى الكل بيصير بفكر فيه، بس هني اللي موجودين هولي اكثر شيء بيكون عندهم شوك. هيدي الشوك هيدي كيف بدنا نتعامل معها كافراد اللي موجودين كانوا كثير قراب. اول شيء مثل بيكون عندهم ذهول ودينايل، يعني بيقولوا لا مش معقول. بعدين بيتحول هيدا النكران لغضب، بصير في غضب وبصير في ثوره جوانيه وحقد على كل شيء. بيمرقوا بفترات، بعدين بصير معهم احباط لفتره، بيرجع بعدين رابع مرحله بيتقبلوا الوضع. سو هي مساله وقت. في ناس كانوا كثير اقرب وشافوا كثير اشياء او سمعوا اشياء مؤذيه اكثر من ناس، هول بتكون عليهم وقعه اكثر. هي بس يعطوها شويه وقت. يعني انا كنت عم بحط على الفيسبوك اني طالعه احكي بموضوع معين، قام قال لي رفيقي دانيا شو بدك تحكي، شو بدك تقولي، انا بيتي بعدني عامل له رينوفيشن وطار، ما في شيء محله. ايه ومدامته كانت بالبيت، قال لي هي ما معها تروما يعني هلا. فانا قلت انا وين كنت وهو وين، يعني انا ما نسيت انه صاير هيدا الانفجار. بس لما بيسمع الواحد البعيد شخص قريب بتضرر، هون كمان بيرجع بده يعيد كل شيء. بس الواحد بيقول انه الحمد لله ما صار له شيء. هيدا كمان قلت له ايه، قلت له انا الحمد لله على سلامتكم، هيك ان شاء الله ما صار شيء. بس ما بيرجع بيطلع جنى عمر هيدا، انه راح هيك بسهوله ولاسباب انه الكل ما بيقبل فيها، يعني مش مبرره. سو هون بيكون في صدمه. يعني هو كان برات البيت مثلا، مدامته كانت بالبيت، قال لي انه حالتها كثير تعيسه. بس اللي بيطمن انه نحن كبشر يعني بننحني بس ما بننكسر، بدها ترجع تنهض، بدها ترجع تعيد تقييم الامور وتقول الحمد لله كتر خير الله انه نحن بعدنا صحتنا فينا. ومرات كثير اذا بنشوف مصيبه غيرنا بتهون علينا مصيبتنا. في ناس فقدوا اشخاص هونيك، هولي يعني الله يعينهم، كارثتهم كثير اقوى. بس هولي بنفس الوقت لما يعني اي شخص بيفقد حدا قريب بتتغير كل حياته من ناحيه النضج، بينضج كثير وبصير بيستسخف كثير شغلات اللي بيقول انه هولي شو ما لهم عارف، مع انه العزيز راح
عندي ما بيتعود، الروح ما بتتعود. فمنشان هيك يعني انه الواحد اخرته بده يتقبل، وكلهم هولي الاشياء اللي بتصير بيعلمونا اشياء، اذا ما علمونا اشياء بخلونا نعيد تقييم كتير شغلات، منكون عم نرفز مرات على اشياء سخيفة بتصير قدام هيك مصايب. ما في شيء بيستاهل بيقول الواحد بالنهاية. أيه. عن جد جد ما مستاهل قدام هيك شيء كبير. صح، بس انه بنهايتها بيرجع الواحد بينهض وبيرجع الواحد بيكمل، مثل ما نحن عم نكمل البروجرام، غيرنا الموضوع كومبليتلي، ماشي الحال، صرنا عم نحكي بشيء اللي اكثر هلا بحاجه نحكي. مزبوط. طيب دانيا، كيف ممكن الواحد يطلع الشخص من الشك اللي هو موجود فيها؟ يعني هيدا بتعرفي هون بيلعبوا كتير دور مهم اللي حوالينه للشخص. يعني بيقولوا لك كتير مهم وجود الأصحاب والعيلة بهيدا الوقت بالذات، يحاوطوا للشخص ويعطوا الدعم، لأن هيدا الدعم لما بحس هيدا الشخص إنه الناس بتحبه، الناس قادرة توقف حده، الناس مستعدة تترك كل شيء تجي بس تحن عليه، تعطف عليه، تقول له أنا هون، شو بدك، وقتي، مالي، مشاعري كلها معك، هون كتير بتهون عليه المصيبة. هاي لقلي متضرر، وحتى لقلي أطراف بعيدة شوي، يعني بكفي المساندة. أنتوا البرنامج تاعتكم هلأ هيدا الموضوع اللي عم نحكي فيه، هيدا كمان عم نساند نحنا كل اللي حوالينا يتقبلوه، يمتصوا شوي هالغضب مع الوقت ويغيروا وجهة نظرهم. يعني كارثة كبيرة إيه، بس خلينا نشوف وين فينا نلاقي شيء منيح، او وين في شيء مخرج نقدر نطلع منه. فهيدا لما كل الناس عم بتساعد بعضها خلص، طب ما هيدا انه بهون عليك الحياه، حياه كمان سهله. بقول بركي الصلاه كمان بتساعد وبتقوي الانسان. طبعا اهم شيء واحد يتوجه لربه بهيك اوقات. ايه. لأن الاوقات ايه، شوفي هيدي الصلاه فيها خشوع، بتكوني أكيدي إنه في حدا هيك عم يشرف على حياتك، حيدعمك، حيرجع ينتشلك. إيه يعني، لأنه خاصة بهيك إشياء اللي بيكون ما إلك إيد فيها، طيب شو بتعملي؟ تتكلي على إنه شيء ظاهرة فوق الطبيعة هي اللي تساعد، اللي هي ربنا يعني. ربنا سبحانه وتعالى. طيب الفاجعة أو الصدمة أو الشك بيختلف وقعه من شخص للتاني مثل ما قلنا، وبتاخد فترة الصدمة كمان. عند ناس ممكن أسبوع أسبوعين، في ناس they don't react، ما في ردة فعل إلا بعد شهرين ثلاثة بيطلع الموضوع. كيف التعامل؟ أوكي. إذا كان هيدا اللي ما زي don't react، اللي ما بيعمل ردة فعل سريعة، هيدا بعده عايش denial، عايش نكران، وهيدا شيء نحن بنستعمله طبيعيا، ردة فعل طبيعية مرات لحتى نقدر نتكيف مع الوضع اللي موجودين فيه. الدينايل منيح لفترة كتير قصيرة، بس إذا طول إيه، إذا ضل الواحد دينايل يومين ثلاثة أسبوع شهر، لا بتصير حالة مرضية، بده الواحد يصير يلجأ لحدا يساعده مهنيا، يعني يكون محترف، حدا أخصائي يطلعه منه. أما اللي شو قلت التاني اللي بيكون عنده دينايل أو يعني أو في أشخاص بيبينوا بيعبروا دغري، وفي أشخاص ايه، هيدول اللي عم بيمروا بمرحلة الغضب. لما بيكون الواحد، ما هي مرات بتمرق ثواني الدينايل، اللي بيكون عم بيعبر بغضب هيدي صحية أكتر، انه خلص عم بفجر هيدا الغضب لبرا لحتى يوصل لمرحلة الاكتئاب بعدين القبول. فمراحل هني هو لأربع مراحل بدهم يمرقوا فيهم، بيساعد كتير وجود الأهل وإنه الواحد يتقبل ويعرف إنه هيدي مع الوقت الوجع بخف، مثل الوجع الجسدي الوجع النفسي بخف، بس بده وقت. بده وقت. هيك لكن بس الواحد مثل ما قلنا يمكن الأهل دورهم كتير مهم. يمكن هون اللي بتبين طبيعة ومعدن الواحد قديش هو ممكن يكون معطاء وكريم وسخي، وننساو الجهة اللي ننتميه وليها، ننساو الدين اللي ننتميه وليه، بيصير الهم الواحد والأوحد هو الإنسانية. مظبوط. فياريت هذه الكفة هي اللي تميل
أكثر. طيب دانيا، شو في حلول؟ في حلول سريعة، في حلول طبعا على المدى الطويل بالنسبة للناس اللي يتلقوا صدمة أو يفقدوا غالي من الناس اللي كانوا ضحايا في الفاجعة اليوم؟ هي الحل الأسلم إلى أنه الواحد بس يتطلع جوانيا هو شو اللي حاسس فيه. يعني أغلب الأوقات العلاج النفسي بيكون معالجة الشعور، الواحد يحدد شو هو الشعور اللي حاسس فيه، زعل، قهر مثلا، غضب. يعني لما الواحد يحكي بشعوره، يصير يقول هو شو عم بحس، هيك هيدي الطريق نحو الصحة النفسية. هيك بتصير عادة، بده الواحد يعبر ليش هو زعلان، ليش هو مقهور. وفي ناس بتشوفوهم يعني بيكونوا قاعدين وعم بينبوا وعم بيحكوا وهيك، هو اللي بيطلعوا منا أكتر من اللي خلص تقوقع وما عم بيحكي حدا. صح. لا من شيء، ومرات كتير بيكون صعب على الواحد يحكي مع اللي كتير قراب منه، العيلة أو حدا كتير عزيز، إنه ما بده كمان يعكس هيدا الزعل عليهم. فهون الحل الأسلم إنه يروح يشوف أخصائي ويفضي هيدا الشعور عنده. لما بيفضي هيدا الغضب وهيك بيرتاح الواحد. يعني إسيها أنت بشكل مختلف، أنه أنت لما تكوني زعلانة ونرفزي من حدا وجيتي تحكي بالموضوع وتعبري عن شعورك ما بترتاحي من بعدها. نفس الشيء الزعل، بيقولوا لكم a problem shared is a problem halved. يعني المشكلة لما بنحكي فيها مع حدا نتقاسمها. أيوة، تقاسمت. صح. وبتصير شوي شوي مع الوقت ما بيعود وقعه هيدا الشعور راسخ كتير، بده يتمحى شوي شوي مع الوقت. دانيا، أكيد الواحد اللي بيعطي النصح بيقول لك أنه ممكن تعطي نظريات كثير لأنه أنت مش حاسس بالفاجعة، واللي يقول لك إيده في المي مش اللي إيده في النار. أكيد ممكن إحنا نقعدوا ساعات نقول لكم كيف تطلعوا من المأساة لأنه إحنا ما مرينا فيها، فأكيد أنتوا وطأها مختلف عليكم. لكن كيف نرجع نزرع الحياة ونرجع نزرع الأمل في قلوب هاد الناس؟ ما هي مرتين هيدي الإحاطة بناس حوالينا كل الوقت عم بيساندونا بالمأساة، هيدي كتير بتخفف وقع الإحساس إنه أنا لوحدي وما حدا حاسس معي. لا، وجود أشخاص عم بتفرجيك إنه لا أنا هون، شو بدك أنا. وصحيح يمكن ما نحس بنفس المصيبة اللي واقع فيها الزلمة، بس كلنا توجعنا، كلنا بنعرف شو هو الوجع النفسي. أكيد. ولما الواحد بيتضايق أو لما بيخسر إشياء كلنا واعين بخسارة. هي اللي بننصح فيه للشخص إنه يقعد يعمل هيدا التحليل العاطفي لإله، هو شو حاسس، ويبلش يرجع يشغل حاله، يبلش يفوت يرجع بالحياة. لأنه فعلا لما يعمل هيدا الديستراكشن بنسميه، يلاقي حاله عن مصيبته، هيدا بيكون عم بيستعيد نشاطه النفسي. حيرجع يقعد لحاله مرات، حيرجع يزعل معلش، بس وقعه حيخف مع الوقت شوي 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 لحديت ما يصير كتير خفيف. مش رح يروح الوجع بالمرة، بينطبع، خلص بينطبع بدماغنا، بينطبع وبده يصير كتير اشياء ترجع تذكره للواحد. بس معلش يمكن مع الوقت بيرجع بيتطلع بيقول انه صارت. أكيد. شو في اعمل، ما فينا نمحي الماضي، بدنا نتقبله. على العموم شكرا لك دانيا على وجودك معنا اليوم وعلى مهنيتك واحساسك كمواطنة وكلبنانية. غيرنا الموضوع في دقائق، فمثل ما قالت خلينا ملتحمين مع بعض، واكيد المواساة والاقتراب راح يخفف على هؤلاء الناس. ما تستعملوش التكنولوجيا في الحالات مثل هذه، ابعت مسج وما ابعت مسج وحاجات هذه. الواحد لما يقعد مع الانسان ويضمه ويشاركه احزانه ويطلعوا شويه من الحاله اللي هو فيها، فيا رب يخفف عليهم. وتعزينا الخالصه مره اخرى لحظات الاعلان وراجعين، ما تروحوش بعيد. تفضلوا.